اشتقت إلى معلمتي ومدرستي، واشتقت إلى جدتي وجدي ومنزلي. هادو ولادهم، ولاد الجزائر، ولاد بلادهم، راهم بدون دراسة، يضيعوا عام حياتهم. دعوات ونداءات للجزائريين العالقين بالخارج تستجدي المسؤولين تسيير رحلات يومية لإجلائهم، فالوضعية النفسية والاجتماعية للعالقين تسير من سيء إلى أسوأ، وهناك من هو مهدد في عمله وتلاميذ لم يلتحقوا بمدارسهم. جوسكا كورونا مبلعين في الغربة وما دخلناش بلادنا، كاين اللي راه عنده أختاه، كاين اللي عنده أبوه، كاين اللي عنده المرض، كاين اللي عنده الموت، كاين اللي ما قدش يهود، كاين اللي حاصل. الجالية هذه مستعدة أتم الاستعداد أن تلبي كل الشروط، كل الشروط اللي تطلبها الدولة وكل الشروط الضرورية للدخول إلى أرض الوطن. الجالية تاعنا راهي في الجيل الرابع، فبالتالي ما نقدروش احنا نفتحوا، احنا ماناش طالبين بفتح الحدود، احنا نطلب من سلطات البلد ان تنظم رحلات استثنائيه لجلب العالقين بالاولويات. لا مبررات لاستمرار معاناة الجزائريين العالقين في الخارج، خاصة وأن مطالبهم ليست فتح الحدود، مؤكدين على التزامهم بكل الشروط الصحية وحتى المادية. رحلات منظمة للناس اللي عندهم ضروريات، هذه أحسن، خاطر فتح الحدود نعرفوا اللي يكون احتياطاني، هذا البي سي ار واحد فيه اوبليغاتوار، انا انسان ما يحوش يدير هذاك لا بلاده لا لوالديه، لا عندنا عائله وعندنا فاميلته، يعني ما نبغوش يكون فتح كامل، فتح كامل غادي يدير خاطر، قلق كامل ما هو حل، وفتح كامل ما هو حل، نتكفل 100% برحالات ونديروا لو تيست بي سي ار ولا بغاو الاريفي او ديبار اي الاريفي، الا كان واحد فينا حاله ولا بنت حاله ما يدير حاجه صحيح نتكفلوا به احنا 100%، ماشي مشكل، ولا ما نجوش كاع ما نحوسوش نحملوا الدوله تاعنا عيب اكبر، حنا نتحملوا كل المصاريف تاعنا. العالقون بالخارج قلوبهم معلقة بالوطن، تجسدت في صور المؤازرة بعد استغاثة محمد زيات ولهفته لرؤية والدته ليتوفى بين أحضان أمه ويدفن في تراب وطنه.